محمد العدوي. هو بالنسبه للحالات اللي جت النهارده طبعا تختلف عن الحالات اللي من قبل في الايام السابقه. الحالات النهارده جايه طبعا بحاله صعوبه في البلع والتنفس، وطبعا مصحوبه بتشنجات، وده الامر ده ما كانش موجود من قبل يعني. بالاضافه ان في بعض الحالات بتيجي بجروح سطحيه وكدمات وبعض الاجسام الغريبه فيها. رئيس قسم العصبيه بكليه طب سوهاج. احنا جينا هنا كلنا متطوعين عشان المرضى اللي موجوده. بالنسبه للمرضى اللي بيجوا لنا او الحالات اللي بتجي لنا كلها تقريبا اعراض متشابهه، نوع من التشنجات، طبعا مش تشنجات صرعيه او حاجه، ولكن نوع من الاجيتيشن، نوع لها اجيتيشن، في افرازات كثيره، سكريشنز كثيره موجوده في الحلق اللي هي بنوع لها انجيوروتيك اديما، في احتقان شديد في العين، في لاكريميشن كثيره، في سرعه ضربات قلب، يعني واضح ان حاجات كلها نتيجه تعرض لغاز معين. طبعا احنا كلنا في غازات معروفه، لكن الى حد ما الاعراض دي كلها لغازات يمكن مش عارفينها دلوقتي، وكل مننا دلوقتي بيتعامل مع الحاله كمعالجه اعراض نوع لها سيمبتوماتيك تريتمنت. تقريبا من بعد الظهر لغايه المغرب، للاسف من بعد المغرب لغايه دلوقتي عدد مهول من الاصابات بتيجي لنا، ومنهم اصابات موجوده بالرصاص، فعلا الرصاص مطاطي وانا مصور بعضها على الموبايل بتاعي، حاجه لا تصدق، حاجه غريبه، زي ما كنا احنا بنتعامل بين عدو واعداء بالنسبه لهم، معرفش ايه اللي بيحصل ده بالظبط. الحاجات اللي بتحصل حاجات اختناق عديده جدا وحاجات غريبه احنا دايما بنشوفها يمكن لاول مره، وكلها اعراض متشابهه مش عارف اخرتها ايه وهنعمل ايه مش عارف. النهارده حاجه، النهارده كان في اعراض غير غير بتاعه امبارح، يعني امبارح الصبح كان اللي هو الغاز اللي هم بيضربوه علينا من اول ما حصلت الثوره من تاني، يعني من اول يوم 19 و20، اللي هو الغاز اللي بدخان ابيض، حالات كلها حالات اختناق، الناس بتيجي مخنوقه او من علي على سنها كلها حالات اختناق عاديه من غاز مسيل الدموع. امبارح بالليل كان في غاز له طبيعه ثانيه خالص، غاز ملوش دخان، بيجيب لي اللي بيتعرض له تشنج، اسهال، هياج في الجهاز العصبي، وده بيتعالج بحاجه غير خالص الغاز المسيل للدموع العادي، يعني ده اصلا بيتعالج بحقن، بنتكلم على حقن اكروبين، وبنتكلم على حقن ابنفرين كمان، ده وقت ما تكون الحاله صعبه قوي، كل الكلام ده في الوريد، وماسكات اكسجين، حاجه كده عايزه مستشفى يعني. على فكره يا عم هو بيقول لي جوه، انما النهارده احنا ما شفناش الغاز الغريب ده تاني النهارده. النهارده ضربوا تاني غاز مسيل للدموع اللي هو الناس كلها عارفاه، اللي هو الدخان بتاعه لونه ابيض، بس الفكره في الكثافه، كثافة يعني أكتر كتيرة جدا محدش يقدر يستحملها. لو في واحد قعد دقايق وسط الغاز ده، أنا يعني إحنا شفنا كتير ناس ماتت من الغاز ده، غير الغاز اللي هو ملوش ريحة، ملوش لون بتاع امبارح. طريق مقفول يا ناس طبعا، لان هو الغاز ده بيخلي الحد اللي بيتعرض له نفس المسار بتاع التنفس كله بيتقفل، فانت لو قعدت وسط الغاز ده يعني دقايق ممكن تموت. احنا شفنا حالات كتير بالمنظر ده.